قلت لأحمد باكر أنا وقت روح ساحة التحرير، قال أنا وقت ساحة التحرير، قال ما نعرف أخوتنا هناك. ليش كاف عمي كاف؟ تعبنا والله تعبنا تعبنا. بطل بطل أحمد، وهذا واحد ونط بعد 10 ونط 15 ونط 20 العراق كله ما نخسر والله العظيم. وشين دي صرخة اللي يصير وما نعوفها وبعدنا وياها وباكر وعقبه وبعد شهر وحق فاطمة الزهراء ما تحرك من ناره.